اما من يكون خلف يعني الاف الاميال ويطلب منه التقييم في نظري هو بعيد عن طبيعه عمان ولا يعرف كثيرا عن طبع العمانيين عمان تفعل كل ما يمكن فعله حتى لا تخرج رصاصه من الارض العمانيه الى الارض اليمنيه نحن احرص من اي طرف في الازمه اليمنيه على تاجيج هذا الصراع او تزويد فريق على اخر بالأسلحة أو بالإمدادات. السلطان الراحل والقيادة الحالية هي التي تحرص تماما على اليمن كما تحرص على عُمان وهذا لا نقاش فيه ولن تجد that. هذا موجود لا. مع أي طرف آخر في المنطقة.